السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن حال. الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي هي كولوراسيون روعه بدون ديكاباج بدون ليماش، تغطي الشيب وكذلك توحد الالوان الغير مرغوب فيها. اذا البنات الكولور تاعنا تاع اليوم اللي هي مارون شوكولا بدون اي ديكاباج، يعني على الشعر الطبيعي والمزنجر والنحاسي والشيب. روحوا مباشره الى هذا الميلونج. هنا طبعا استعملت ميكس بين صبغه لوريات واندريا. علاش؟ لانه صبغه اندريا فيها الوان ملاحه ولوريات ايضا فيها ملاحه، لكن ما تخافوش انا في هذا الفيديو في نفس الفيديو راح نعطيكم اللون بلوريات وبماركات العالميه. نبدو على بركه الله. اول حاجه البنات قاعده الشعر اللي تخرج عليها هذه الكولير او هذا اللون بدون ديكاباج تكون قاعده شعر طبيعيه، يعني اذا شعرك طبيعي اكحل شانتان فونسي شانتان كلير راح تخرج لك. هذه اول قاعده. ثاني قاعده القاعده تاع الشعر اللي فيها الشيب، يكون عندك الشيب حبه لون في المارون شوكولا بدون ما ديري ليماش ولا ديري اي حاجه، ايضا راح يخرجيك وراح نعطيكم الطريقه باش اللون تاعكم يثبت وكذلك تتحصلوا على لون فاقع يعني حاكم هك في الشيب وما يحوش بالخف. نروحوا الى قاعده شعر اخرى اللي هي قاعده شعر نص بنص، يعني واحده ديما تقول لي ليندا راهو عندي شعري فوقاني اكحل والتحتاني فيه ليماش، او عندي شعري الفوق راهو اكحل والتحت مزنجر يعني برتقالي ولا نحاسي، او العكس الفوق فاتح ومن تحت راهو اكحل. المهم يعني كي رحنا نبرقع نص بنص، هذه ايضا يخرج عليها وراح نعطيكم كيفاش تخرج. كذلك القاعده الاخرى اللي تخرج فيها تهبل ويعني وتعطيكم واحد اللون عمري ما شفتوه في البيج يهبل، هي قاعده شعر البلاتيني. الناس اللي دايره ليماج بلاتين راح يخرجين في البيج كلاخ. ايضا القاعده الاخيره واللي هي طبعا ليماج، اكيد ليماج يخرج لينا كل الالوان حتى اذا كانوا ليماج تاعك في الغو تقدري ديريهم. اذا البنات اذا عندك ليماج حابه تدخلين في الشعر تاعك وترجعيهم باهين يعني يكونوا ميكس مع بعضهم، فننصحك ديري هذه الكولوراسيون على شعرك. نبدو على بركه الله. هنا راح نستعمل تيوب كامله، تيوب كامله من رقم 11 ندو 11 اللي هو الاشقر الرمادي لو بلون سوندغي في اي ماركه تشروه بالاسم. نروحوا للرقم الثاني 5.4، 5.4 واللي هو بني شوكولا. المارون شوكولا يا البنات من اروع الالوان اللي تلقوها في طبعا كتالوج اندريا، فلذلك انا استعملته. نروحوا الان الى الاوكسيدون. طبعا الناس اللي عندها شيب راح نستعملوا ليهم اوكسيدون 20 فوليوم، اللي ما لقيتش الاوكسيدون تاع 20 فوليوم دير قرعه واحده تاع 30 فوليوم ومعاها زوز مغارف تاع بلسم اللي هو هذاك الديمالون تاع الشعر، بلسم الشعر من اي ماركه. انا ننصحكم طبعا ديروا تاع هاواي اذا لقيتوا، منها يرطب لكم الشعر ومنها يعطيكم لمعه في الشعر. اذا البنات نروحوا الان الى تطبيق اللون. رانا عرفنا الالوان وش هي اللي هي تيوب كامله من 11، نص من 5.4، والاكسيدون 20 فوليوم قرعه واحده للشيب، زوز قرع للتفتيح والشعر اللي يكون مزنجر او نص بنص. سي بون. نروحوا الان الى اول قاعده شعر واللي هي الكحل والشاتان فونسي والالوان الغامقه. عندكم طريقتين، يا اما تحطوا هذا اللون مباشره على شعركم وتنتظروا من 45 دقيقه فما فوق، يعني تراقبوا شعركم انه كل واحده مسميتها، هذه اول طريقه، وتخلوه راح يعطيكم واحد المارون شوكولا يهبل. وبعد 20 يوم ولا 15 يوم طبعا مع علاج الشعر نزيدو نديروه مره اخرى، حيزيد يفتحه لكم ويولي لون افتح وافتح، يعني كل ما تكريها راح يتفتح معك. هذا اول قاعده اللي هي الطبيعيه. نروحوا الناس اللي عندهم الشيب يجي في لي غاسين، تلقي واحده شعرها من تحت اكحل وعندها الشيب في راسها، طبعا راح تبدي من تحت حتى تشوفيه تفتح، يعني تمسي شعرها تلقاها تفتحت ثم تكملي تصبغي الشيب تاعك. هذه القاعده مهمه جدا تتبعوها، ديما نفتحوا الاكحل ثم نروحوا للشيب. نروحوا الان للشيب مع شعر يعني مشو غامق بزاف، ابليكو على الشعر كل راح يتغطى لكم الشيب وراح يتفتح لكم هذاك الجذور وتولي ولا اروع. الان البنات باش ما ننساش هي قاعده الشعر اللي تكون اصفر ولا اللي ماشي في الاورانج، هذيك طبقوا على عادي كيما تصبغوا عادي في الدار نورمال جدا، وخلوه التوقيت ديما 45 دقيقه حتى 60 دقيقه في التفتيح الطبيعي، والاخرين هاو باينه. وكيما قلت لكم لازم ديما تزيدوا مغرف تاع بلسم في الاكسيدون للناس اللي ما عندهاش الاكسيدون طبعا 20 فوليوم اللي هو 20 فوليوم اللي نصبغوا به الشاي. اذا البنات نعاود نشرح لكم بالخوف بالخوف باش تفهموني. هنا استعملت صبغه ميكس ما بين لوريات واندريا 11 كامله، نص تاع 5.4، زوز اكسيدون للشعر الطبيعي 30 فوليوم
ونرقبوه حتى 60 دقيقه. الشعر اللي فيه الشيب 20 فوليوم عبوه واحده، اذا ما لقيتوش تزيدوا فيه البلسم يولي لكم 30 فوليوم 20 فوليوم. والقاعده الاخرى اللي هي مبرقعه نص الفوق غامق وتحت فتح او العكس، اول حاجه تبدو بالغامق تفتحوه، كي تشوفوه تفتح تكملوا الجزء الاخر اللي هو فاتح. الان الشيب ديما نركز لكم عليه ونفهمكم باللي كي تشرو صبايغ ماذا بيكم اذا عجبكم اللون، عاودوا اشرو نفس الصبغه وديروا الرنساج. الرنساج هو احياء للون. واش معناها؟ معناها انه الشيب باش ما يخرجلكمش بالخف كون ما درتي رنساج حيدوم معاكم. ايضا تقدروا ديروا الطريقه الاخرى وحطيتها لكم من يومين او يوم مقاله في القناه، اللي هي انكم تصبغوا شعركم كامل بنص عبوه تاع 6.0 اللي هي اشقر داكن في اندريا ولا في اي ماركه، مع نص عبوه تاع 20 فوليوم ولا 30 فوليوم اوكسيدون. تصبغوا شعركم كامل 10 دقائق ما تفوتوش، تغسلوه تشلوه، غدوه من ذاك تحطوا الميلونج تاعكم. هذا طبعا كي تحطوا عليه راح الشيب تاعكم الابيض هذاك الغامق ولا 100% راح يتغطى، يعني درنا له فيلر، وبهذه الطريقه راح نتحصلوا على نتيجه احسن واحسن. اذا البنات الفيديو تاعنا تاع اليوم مهما كان شعرك مهما كان لونه راح تخرج لك. الان مازلت واحد القاعده تاع شارت ديما تسقسوا عليها، هي شارتان فونسي شارتان كلير وشارتان تري فونسي رقم 2 و3. هذا لازم عليكم تديروا البي ان ولا صابون طرف ولا قماش، نخليه لكم في اول تعليق. الناس ما تعرف صابون طرف والبي ان، فتحوا شعركم وصلوه فقط للنحاسي ولا الاورانج كما تحبوا، ثم اسبغوا غدوه من ذاك، زيتوه غدوه من ذاك اسبغوا، راح تتحصلوا لون يهبل، لانه مستحيل نقدروا نسبغوا فوق الشاطان فرونسي والشاطان تري فرونسي، مستحيل. لازم عليكم اولا تخرجوه ثم تصبغوا. روحوا الان لنوار كوربو. نوار كوربو طبعا مشكله بكري، لكن انا حطيت لكم ابهى حل ونجح مع البنات كامل، ما كانش واحده ما جربت صابون الطرف وكذلك البي ان في قناتي وما عطاهاش نتيجه. ديروها ثم اسبغوا شعركم عادي، راح تتخلصوا من اللون الاسود الغرابي، راح تتخلصوا من الالوان هذيك شاطا فونسي رقم 2 و3 و4 و5 و6، تقدروا حتى 6 تنحاها وديروا، فحاجه هايله بزاف. ديما تفكروا كاينه قاعده تمشوا بها في الدنيا، انه الصبغه تتحط، الناس اللي تخدم طبعا في الصبغه تعرف، الناس اللي حتصبغ ديما تتحط على شعر يا مزنجر يا نحاسي يا فيه لماش يا طبيعي، باش تحطوا صبغه فوق شاطان فرونسي وشاطان تري فرونسي مستحيل. رقم 2 و3 راهم يخرجوا ليك من الصبيغ، لا تعدلوا مشكله في شعركم، بالعكس زيدوا تحطوا ميلونج على ميلونج يولي شعركم مخلط، فخرجوه بالعقال وزيتوا شعركم، وغدوه من ذاك ان شاء الله اعملوا واش تحبوا. الان راح نعطيكم بعض النصائح بعد ما تصبغوا شعركم باش يثبت لكم اللون. اولا تشروا شامبوان كولوري، تشروا شامبو خاص بالشعر المصبوغ، لانه الشامبو العادي راهو يخرج ليكم اللون من الشعر بالخف، وتزيدي تصبغي الشيب وتكرهي. ثاني حاجه ديروا فيلر للشعر، عطيت لكم 6.0. وثالث حاجه اهم حاجه وثالث حاجه واللي هي الماسكات. الماسكات بعد ما تصبغوا بهذا طبعا اللون اللي هو الماغو وتشوفوه باللي بدا يروح وكل شيء ويفسد ليكم، ديروا عفسه مليحه وشي صفار بيضاء ومغرف تاع نسكافيه، صفار بيضاء ومغرف تاع نسكافيه خلطوها جيدا وديروها على شعركم، وكي تعاودوا تصبغوا هذاك النسكافيه حيكون لون ليكم الشعر، فيحكم ليكم مره ثانيه اللون ولا اربعه. طبعا هذا اللون اعطيته لكم باندريا. نروحوا الان بالخوف، بالخوف نعطيه لكم بلوريات. في لوريات راح نستعملوا 11 كامله ونص 10، 11 كامله ونص 10 وزوز اوكسيدون على الشعر الطبيعي، وتخلوه طبعا 60 دقيقه ولا 45 دقيقه انت وشعرك. وكذلك 11 كامله ونص 10 فوق المزنجر فوق الاورانج ولا فوق الشيب، نفس الطريقه يعني كما شرحت لكم في الفيديو في اول مره باش ما نطولش عليكم، فقط يعني تغيروا الصبغه وتحتفظوا بقاعده الاوكسيدون. تفهمنا البنات؟ هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم، تهلوا لي في رواحكم. واش راح نقول لكم؟ شكرا لكم، وشكرا لكل واحد يخلي لي كلمه طيبه، واليوم حنا بعد التحيه لكامل ناس بومرداس الحلوين العسل، ناس العاصمه، ناس الجنوب، ناس الشرق، ناس الشمال، ناس الوسط، ناس القبائل تيزي وكذلك بجايه. شكرا على التعليقات الجميله، بلا ما ننسى ناس فرنسا اللي تابعوا فيا، شكرا لكم. وان شاء الله قريبا راح نعطيكم واحد لي برودوي تبعي وعندكم هايلين بزاف للناس اللي عندهم الشيب. كان هذا هو فيديو اليوم، تهلوا في رواحكم، وكل الروابط تاعي راكم تلقوها في صندوق الوصف.